لما كنت في ريو سألوني كتير عن الأردن، شو الأردن وشو قدم للعالم. كان في بالي 100 جواب وجواب. الأردن أرض العز والكرامة، بلد الكرم والنشامة، قدم للعالم تراث وتاريخ وحضارة، من البتراء المحفورة عصخور وردية لوادي رم وجباله الأبية والبحر الميت أخفض بقعة بالكرة الأرضية. الأردن قدم للعالم أكلات جدادنا، ومين ما بيعرف منسفنا وعاداتنا. الأردن بأحلام أولادها ابتدت، وبزنود رجالها انبنت. الأردن قصص نجاح كتيرة، شركات مثل فاين بدت صغيرة وصارت عالمية وكبيرة. أنا من بلد فيها الأطفال بتنولد رجال، أنا من الأردن، أنا أحمد أبو غوش. أنا أحمد أبو غوش، صاحب الميدالية الذهبية بأولمبياد 2016 وأفضل لاعب في العالم في التايكوندو. الأردن أرض الأبطال.